يقول في يوم بعد ما اكتشف هناك اعتداء على سياراته، يقول تبين من الوهلة الأولى مسدس والبيان نباطة. أعطوني التقرير. لا، للوهلة الأولى في مسرح الجريمة كان الاعتقاد بأن قد يكون مسدس ربع أو نص، ولكن البيان حسم الأمر، قال بالتالي هذيل الشباب الثلاثة اعترفوا بأن هذه نباطة، بالتالي مسرح الجريمة النيابة العامة يقارنون ويشوفون، وبالتالي هم يحسمون الأمر. إذا كانوا من الشباب اللي يعني نوع من العبث قاموا بفعل كهذا، فيعني قرصة إذنهم زينة، ولكن لا أتمنى يعني أن الأمر يروح لأبعد من هذا. خبرنا الثالث، رئيس